رانيا شوبكي حرم سفير فلسطين في المملكة المغربية. هل حفل بخصوص اليوم البازار نحن اليوم مجموعة عقيلات السفراء العرب والمنظمات الدولية بالرباط نقيم هذا البازار الخيري السنوي والذي سوف يذهب ريعه لصالح مرضى أطفال مرضى السرطان في مستشفى ابن سينا في الرباط. ونحن اعتدنا أن نقوم بمثل هذه الأنشطة الخيرية لصالح مرضى سرطان الأطفال ولمرضى أيضا قمنا بأنشطة سابقة لمريضات البريست كانسر وعدد من الجمعيات التي تأوي عدد من الفقراء والمحتاجين. واليوم السفرات مشاركة بمنتجات حرفية وطنية من كل بلد منشان يروح ريحة لصالح هذا العمل الخيري. ونشكر كل السفرات اللي مشاركة اليوم معنا اللي شاركوا سواء بالتبرع أو بالمشاركة بالمنتجات أو بالحضور وكل من دعم وساند هذا البازار. وشكر خاص كمان للمملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله والشعب المغربي وكل مؤسسات المجتمع المغربي اللي دائما تساندنا وتتيح لنا الفرصة للمشاركة بهذه النشاطات الخيرية لنقوم ولو بجزء بسيط من عملنا الخيري والإنساني أثناء فترة وجودنا في أرض المملكة الشقيقة. أوكي. سهام جابر أنا من لبنان ونحن هون هلأ مجتمعين مع كل الجاليات العربية تعرفي قبل رمضان الكريم مشان الخيرات مشان الخير مشان الأمراض السرطان كله بنعمل أفعال خيرية هيدي كلتنا بنجمع حالنا وبنعمل سلات رمضانية هلأ قبل رمضان نوزع للفقراء وللمساكين ومنعمل أشياء كتير مشان الجمعيات هيدا تقريبا كل السنة منعملها بس هلأ نحن قبل رمضان هلأ نحن عم نعمل هيدا الشيء كله كرمال شهر الكريم إنه نفرجي إنه نحن ترابط إيد وحدة العالم إجمالا كل وحدة بلادنا العربية إيد وحدة كليتنا منحب نعمل الخير وما في أحلى من الخير هون ونحن هون ببلدنا المغرب البلد الكريم البلد اللي منحبه لأن احنا عايشين فيه لنا سنين والله يخلينا ويخلي لنا البلد هون وهيدا شو تسلمي بتقولي للمسلمين والعرب كلهم بمناسبة شهر رمضان الكريم وبحب أقول لك جميع العرب والمسلمين إنه كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله بينعاد عليكم شهر كريم وعلينا وعلى الجميع وخاصة عن بلادنا العربية اللي هلأ اللي عم بتصير فيها هالأشياء هيدي وما بدي أذكر وين بس إن شاء الله يكون كريم على جميع البلدان يا رب سبيسيال على بلادنا العربية والمسلمة هيدي الدنيا ومرسي لألكم كتير وشكرا لإلك. طلع وين الصوت؟